سيوم من كوريا الجنوبية وبالتحديد من جيجو آيلاند from the cutest and sweetest place in Korea Teddy Bear Museum. حياكم الله معانا وحي كل مشاهدينا حبايبنا من كل دول العالم في بوليوود 100%. قبل ما أبدأ أتكلم عن الأخبار والأحداث والإشاعات على الساحة السينمائية الهندية البوليوودية راح أتكلم شوي عن Teddy Bear Museum. أكيد في كثير منكم ما يعرف قصة أو تسمية Teddy Bear. في 1902 كان بريزيدنت مال يو اس او رئيس امريكا اسمه روزفلت. هذا الرئيس كان نيكنيم ماله تيدي. المهم ان روزفلت او تيدي كان طلع في نزهه يصطاد او يقنص بيرز دب. فحاول لكن ما قدر. فعشان ما يزعلونه حاول احد من حراس روزفلت انه يجيب له سمول تيدي بير سمول تيدي ام سوري اور سمول بير وقال له ويل هير از ذا بير يو هاف تو شوت ات. سو روزفلت قال له نو اتس نوت gonna be it. المهم ان القصه انتشرت في كل الصحافه وكل الاعلام في امريكا. وفي واحد في امريكا اللي هو عنده مصنع كبير من التويز فكر ان هاي قصه جديده وحلوه انه يسوي تيدي بير او دب من الصوف ويسميه تيدي. تيدي بير ميوزيوم او ما يسمى بسفاري تيدي بير ميوزيوم افتتح في جوجو ايلاند بكوريا الجنوبيه سنه 2008. هذا الميوزيوم يحتوي تقريبا على 2000 تيدي بير، مش بس على شكل دبدوب ولكن على جميع اشكال الحيوانات، ودائما يحاولون ان تكون مقاربه او تشبه الاشكال الحقيقيه للحيوانات. ملمسه سو كيوت اند سو سويت، مش بس ترفيه للاطفال وحتى للكبار كذلك. المهم ان هذا التيدي يبدا سعره من 10 دولار ويصل الى 1,700,000 دولار. واو. اما اكبر دبدوب او اكبر تيدي بير في الميوزيوم هو تقريبا طوله وعرضه 4 متر. تتصورون معاه تلعبون معاه اتس سو فن. راح نبدا اند وي هاف تو شيفت تو اكيد كل ما هو جديد من اخبار واحداث واشاعات الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه وابداها مع سوبر ستار بوليوود اكيد عامر خان وفيلمه الجديد بعنوان بيكي. هذا الفيلم راح يكون من انتاج كل من فينود شوبرا فيلمز مع التعاون مع ديزني وراج كومار هيراني. اما بالنسبه للفيلم فراح يكون جاهز للعرض خلال 6 يونيو 2014. ثاني اخبارنا اليوم هو عن الجميله والحلوه كاريشما كابور اللي كان لها صيت كبير في ايام التسعينات وكانت تقريبا ديفا التسعينات في بوليوود. تقول كاريشما لكل الصحافه والاعلام انا جدا سعيده بابتعادي عن الساحه السينمائيه الفنيه لان اكيد اختي الجميله كارينا كابور احتلت مكاني واصبحت من اغلى واشهر واجمل الفنانات على الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه. حتى ابن عمي رنبير كابور فهو يبلي بلاء جيدا واتمنى لكل من كارينا ورنبير كابور التوفيق. هذا ما قالته كاريشما ولكن اكيد في عد والكثير من الجمهور واللي يحبون كاريشما يحبون انه تظهر في بطوله جديده او فيلم جديد. كل التوفيق لكاريشما كابور. اما ثالث اخبارنا اليوم فهو عن الوسيم اكيد وصاحب العضلات جون ابراهام اللي بدا مشواره في عالم الانتاج اكيد من بيكي دونر وانتقل الى مدراسكا اللي كان يتكلم حول الحرب الاهليه اللي صارت في سريلانكا. الان راح يتحول الى انتاج افلام خاصه بالرياضه وراح يبداها مع اول فيلم له من انتاجه ومن بطولته حول كره القدم. اذا كل التوفيق لجون ابراهام في فيلمه الجديد اللي لين الان لم يعلن اي شيء عنه. رابع اخبارنا اليوم فهو عن الجميله والحلوه سهى علي خان التي تشيد بزوجه اخيها كارينا كابور وتقول لكل الصحافه والاعلام انا جدا سعيده لان اخي سيف علي خان تزوج من الجميله والحلوه ومن اشهر ممثلات الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه كارينا كابور وعرفتها اكثر يوم اكيد زوجت اخوي وقعدنا مع بعض فهي جدا هادئه وطبيعيه وبدون اقنعه والاهم من هذا انها هي جدا متواضعه فانا احبها لانها تحب اخي واتمنى لها كل التوفيق واحنا بعد يا سوى علي خان اكيد نتمنى كل التوفيق لكارينا كابور ونتمنى احنا نشوف بيبي صغير اكيد لكارينا كابور سيف علي خان.
اخر اخبارنا اليوم هو عن الحلوه والكيوت سنكشي سنهالي. طبعا كنا شفناه وانس ابون تايم ان بومباي دوباره، وكنا اكيد اندهشنا بابداعها وبتمثيلها الاكثر من رائع. كانت مثلت في هذا الفيلم ان هي ممثله مكافحه وتتعرف او تحب وتقع في قصه حب طويله مع الزعيم، والان راح نشوفها في فيلم جديد بعنوان بوليت راجو من اخراج تيماجن شود هوليا، وراح تمثل فيه ممثله بنغاليه او فتاه بنغاليه عفوا تهرب من كولكاتا لانها تحب ان تكون ممثله في بوليوود. في هذا الفيلم راح يشاركها اكيد الحلو والوسيم سيف علي خان ذا بيج سكرين. اذا كل التوفيق لسوناكشي سنها وسيف علي خان في فيلم جديد بوليت راجو. كانت هذه اخبارنا اليوم، يا ترى شو هي التوب موفيز هذا الاسبوع؟ خليكم ويانا بعد الفاصل. هلا سان ماتشا سيون، يعني وات ا جريت هلا ماونتن. هلا ماونتن او جبل هلا طبعا هو من اهم الجبال في هاي سلسله الجبال اللي موجوده في جيجو ايلاند او جزيره جيجو. يبلغ ارتفاع هذه الماونتن او هذا الجبل تقريبا 2000 متر، وبالنسبة لتكوينه كان من 25,000 سنة، هو عبارة عن بركان خامد. ما راح أتكلم أكثر لأنه يبالكم تيون جوجو آيلاند وتشوفون سلسلة الجبال الرائعة وتعيشون أكيد الأجواء المطرية الحلوة أو مثل ما نسميه إحنا أكيد الأجواء اللندنية. نشوف مع بعض توب موفيز هذا الأسبوع، نتابع. SCP Vijay Khanna. SCP. साला नाम विजय क्या रखा? अपने नाम को सीरियस ले लेने लगा. शेर खान रहमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है. आज से ये हाथ दोस्त का है, क्रिमिनल का नहीं. इंडिया एक शादी देखने आई थी, मैंने मर्डर देखा. लोगों ने ये कई बार कहा होगा, but I've never said it. I love you. I love Mumbai Police. मुंबई में इंसान की कीमत उसकी सुपारी से होती है. तेरी 50 की हो गई है. यहां से उठे तो सीधा गांव चले जाना, क्योंकि हर बार तकदीर में हॉस्पिटल नहीं होगा. मैं विजय के साथ नहीं उसके आगे खड़ा हूं. आखिरी हंसी उसकी नहीं होनी चाहिए विजय. Just destroy him. कल तक मेरे पास तुम्हें ना छूने के ऑर्डर्स थे, आज तुम्हारी मारने के तरीके हैं. मुझे नाम बता उस इंस्पेक्टर का. ये प्याज के छिलकों जरा स्टाइल मारा, थोड़ा हुल दिया, इतने में तो रोता है क्या? अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या. डायलॉग मारता है, फाइट करता है, एकदम हीरो की तरह. अरे हीरो ही तो बनना है गोपी, देख लेना एक दिन अपने भी ये बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे. गुरु जी आपने कौन कौन सी फिल्म देखी है? रजनी देखी. देखिए सर. दादा दो बार देखिए सर. वांटेड इस फिल्म में आपने लिखी है गुरु जी? लिखते लिखते रह गया. मतलब आपने कुछ नहीं लिखा है? लिखूंगा ना तुम्हारे. ये क्या स्टोरी है? डरते हैं क्या? क्या है ना काजल, कि अगर चेहरे पे चोट लग गई तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा. क्या? अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो एक एक करके मत आना, सब साथ में आना, मेरे पास टाइम नहीं है. Thank you.
मेरे बाल है तेरे। जी आप कौन? तेरा पप्पा बबुआ इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला और यो तेरी अम्मा हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला। छोड़ो ना तने। अरे खुद को तो छुड़ा ले पहले मोटे, सिर्फ चुलबुल नाम रख लेने से कोई दबंग नहीं बन जाता। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। हिसाब चुकता करना आया है तो बीच में आना, वहाँ राइट साइड पे के। अबे ओ लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज राइट। अब पासा पलटेगा, बाजी बदलेगी, तेरी ही मिट्टी पर तेरे खानदान के साथ तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। हम ना छोड़े तोड़े फोड़े, जो भी हमसे पंगा ले, कॉलर निकाल के जींस फटी डाल के दुनिया को बांध के अपने रूमाल से हम तो चले झूमते दाएं बाएं घूमते। أكيد أكثر عن مهرجان أبو ظبي السينمائي في دورة 2013 في الحلقات القادمة أكيد، ولكن بعد الفاصل خلكم دائما متواصلين معنا مع أخبار جديدة. أنا سيو، ويلكم باك تو بوليوود 100%. بعدنا متواصلين معكم من جيجو آيلاند، هذه الجزيرة الخلابة والطبيعية بكل مناظرها الساحرة أكيد وبأجواءها الجميلة، وأكيد يبعلكم تيون كورة وتشوفونها بنفسكم. هذه الجزيرة هي تم اختيارها من اليونسكو كأحد عجائب الدنيا السبعة الطبيعية في العالم as best heritage place. وهذه الجزيرة مثل ما قلت لكم في السابق في بداية حلقتنا أن هي تكونت بسبب انفجارات البركانية لجبل هلا أو بركان هلا. طبعا هلا مثل ما قلت لكم في السابق أن هذا الجبل يبلغ ارتفاعه 2000 متر، وهو من أحسن أو من أجمل وأحلى الجبال في كوريا الجنوبية. غير عن هذه المناظر الطبيعية والأماكن الحلوة، في أماكن أخرى طبيعية ساحرة جدا أتمنى أني أحاول أنطقها بالنطق الصحيح، سونغ سانغ سان رايز بيك هذا أول شيء، وثاني واحد يونغ ماري روكي كوست.
أنا من جديد من بوليوود 100%. راح نشوف ونتابع مع بعض انترفيو فري اكسكلوسيف لكل الكاست مال فيلم بوس. أكيد معنا شكو معنا فعلا. This movie has been inspired from the Malayalam movie Pokri Raja. Did you take any character references from that movie? No, just the storyline, the screenplay. Otherwise, the character which I have taken is actually a real character from a place called Hisar in India, from Haryana, that is. So I've seen a character like this who actually, when he meets his friends or goes out, he has his own speaker and stereo system. And he takes his own cheerleaders and things like that. So he's quite a colorful character. Yeah, he's a very colorful character. So we decided that let's copy that whole thing and give it to me. And that's how we got the characterization of my character, right? हिसाब चुकता करना आया है तो बीच में आना वहाँ राइट साइड पे के अबे वो लक्कड़ बग्गे की औलाद कभी सुना नहीं क्या The boss is always right. Who is the boss in your life? Well, just like everyone else, my wife is my boss. She tells me everything. She is the best support. And yeah, I think she has the hardest job also because taking care of children, running the house is not an easy job. I always consider my job is much easier than what she handles, so I could just say she's the boss of the family. For the most part of your career, you've been playing the hero in the movie, but you've suddenly changed to becoming the bad boy, the rebel. Why is that? Yeah, well, this is the hero. If you would say a hero should have a heroine, yes, I don't have a heroine in this film. So in that way, it's a very different kind of, making an Indian film without a heroine. It's a surprise by itself. But then nevertheless, because the script requires it, so it just went off like that. Good luck for your upcoming film. Well, thank you very much for being here. Thank you. أفلام دائما تحاول تفاجئ كل مشاهدينا وكل متابعينا من كل دول العالم بأفلام جديدة فري اكسكلوسيف. خلينا نشوف شو حضرتنا زي أفلام هالمرة من أفلام جديدة. أسر قلوب المشاهدين وساد بوليوود منذ أكثر من 20 عاما حتى الآن. إنه ملك بوليوود ومحطم الأرقام القياسية فيها شاهر خان. في نوفمبر ندعوكم لنحتفل معا بعيد ميلاده بعرض فيلمين متتاليين من أروع أفلامه كل أحد في الأوقات التالية على زي أفلام. أجواء جميلة جدا ورائعة من جيجو آيلاند. وبهذا أقولكم للأسف كان المفروض إني أطول معاكم، ولكن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أكيد مع الفقرة اللي كلكم تحبونها وهي فقرة الإيميلات، تواصلنا مع كل حبايبنا وعشاقنا من كل دول العالم. أبدأ وياكم أول تحية عندنا من مصطفى من السعودية والذي يطلب أفلام شاروخان. إن شاء الله يا مصطفى. عندنا تحية أخرى بعد من أحمد من الكويت الذي يطلب أفلام لسلمان خان. فيلم سلمان خان، أي فيلم إن شاء الله يا أحمد. تحية أخرى من محمد محمود من مصر الذي يطلب فيلم أميتا باتشان.
وأنا بعد تحية لمصر أم الدنيا. عندنا تحية أخرى من سمير الذي يحيي القناة، شكرا لك وطاقم العمل، ويطلب المزيد والمزيد من الأخبار والمقابلات مع نجوم بوليوود وخاصة بريانكا تشوبرا وكارينا كابور. سمير اخترت بس حلوات من أكيد سحس نوعي الهدية البوليوودية. تحية أخرى بعد من ياسين الذي يطلب أفلام قديمة لراج كابور شور، وعندنا تحية بعد من أمير محسن الذي يطلب فيلم تشناي إكسبرس ودابانك. آخر تحية عندنا من محمود الذي يطلب مقابلة خاصة مع أكشن كومار، يبالك يا محمود تابع مقابلة مع أكشن كومار من فيلم بوس. عندنا بعد تحية أخرى من سميرة ولا تطلب أفلام رومانسية. سميرة إن شاء الله هالشهر عندنا عدد الكثير من الأفلام الرومانسية، خليك دائما متابعة لزي أفلام. وطبعا أحب أذكر باللي حاب يتواصلوا ويانا راح يظهر الآن يمين على الشاشة، وطبعا اللي حاب يتواصلوا عن طريق الفيسبوك بعد راح تظهر الآن صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، وأكيد لفات أي حلقة من زي أفلام أو أي شيء إكسكلوسيف لكل نجم من النجوم المفضل الساحة السينمائية الهندية البوليوود، ما عليه إلا يدخل يوتيوب عندي هاسو تايب بوليوود 1% أو زي أفلام. بهذا أقولكم باي.